ترى من الديوان الوطني للثقافة والإعلام. هشام بوميدة ثانية. هو حفل فني تضامني تعود مداخله لذوي الاحتياجات الخاصة. حميدو، نوال إيلول، منير الجزائري، محمد العماري وفرقة إمزاد، كلهم تركوا لمساتهم الإبداعية في هذا الحفل بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين. والله هذه المشاركة مهمة جدا لنا احنا، ماذا بينا يسمى نعاونوهم باللي عندنا، واللي ما عندناش حتى لو كان ما عندناش نحوصوا عليه ونجيبوه، خاطر هذه الفئه هي جزء لا يتجزا منا احنا. وثانيا ماذا بينا الليله نقدموا لهم هديه، اغاني، حاجه اللي نقدروا نقدموها هي عباره عن اغاني تعبر عن الحب والسلام. نشكر الديوان الوطني للثقافه والاعلام على هذا التنفيذ، ونشكر جمعيه الاصرار تانيك اللي خلتنا حنايا كفنانين، وحتى الجمهور تانيك خلته يعرف يقيم مستوى الانسانيه، درجه الانسانيه اللي كاين فينا. هذه الفئه هي ام اخواننا، يعني ام خاوتنا ومالينا ومالين الدار، يعني فلازم المبادرات هذه تكون كاين منها بزاف في الجزائر ان شاء الله. وانا شرف لي اني نكون معهم اليوم ان شاء الله متواجد ضيف مع فرقه جروب امزاد في هذه المبادره ان شاء الله. هذا الحفل تضمن توزيع اعانات وكراسي متحركه على معاقين وممثلين عن جمعيات تعمل على ترقيه حقوق هذه الفئه بالمجتمع. هذه وقفة تضامنية ينظمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام بالتعاون مع جمعية إسراس للمكفوفين، من أجل أن تكون الثقافة ومداخيل هذا الحفل الفني لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة ستكون أيضا محطات ثقافية وفنية.